بعض الناس هدانا الله إياه خيبر كشذر الله تعالى هدايات برسن الله يضع على باب المنزل أو على السيارة أو على الأولاد أشياء منها يشك استنى ماشينا لرغا بالرا قايبر نرسلر خويالر عين كوز مثلا أو خرزة زرقاء يكي براكترل زنجر رأس ثور يكي وجز باشا رأس أسد يكي أرسلان باشا هذا القطعة من الحديدة توضع في رجل الحصان الخيل بو أطلارنن طغاسن نعل قديمة يكي اللي كيغا يكيما هذه إطارات السيارات بو ماشينالارنن إسكي أبشاتلارن بعض الملابس الخرق القماش القديمة أو السوداء بيك إسكي قرا كلمكلار شبركلار الكف قول قيالار مثلا نعل قديمة اللي كيغا أياكيم إسكي أشياء تأخذ من البحر خمس لايا دينجزدان شقان قايبر توشلا أو يكتب بعض الكتابات قايبر سوزلار يازالار لماذا تصنع هذا؟ نيش من أشليسس قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا حتى تدفع عن بيت العين وعن أولادي وعن سيارتي شنك الله تعالى شو شنرسلرنا سبب قلغان كستيو دان ترلب زقلقلردان ساقلارشن نقول لا والله الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسبابا لدفع العين يو الله بلن أنتتم بنا سبب يتب ألمغان سبب يتب هذا الشرك أصغر هو كشي شرك بلطرة وإذا قال لا هي بذاتها تدفع الجن والشياطين والعين يو بو وزي وزي نفس بلن اندى شوشة بزقلقتان كستيدان ساقلي ديساك جنلردان هم باشقان أرسالردان نقول هذا الشرك أكبر بو زور شرك بو النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد لديه بيت لديه دواب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in balası barayı, iyi barayı, onun yeri durgan. Lem yada hadi el eşya. Ama lakin birisini de koymadı şu şunlarsalar. Men yahfazna. Kim bizni saklay? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bizni saklay. Fe nahnu mesela nesta'mil ar-ruqya ash-shar'iyya. Biz şeriat dinimizde olan işkürünü kullanabız saklay. Mariz insan ya'kul dawa mumkin. Eğer de ortaykan utaruşa. Yashrab asal mumkin. Kim balışa. أما يضع هذه الأشياء هذه ليست بأسباب. أما لكن شو شنو نرسلر كلانو ببرني سبب تتوه. فلا نعلق شيئا من هذا. برنرسلا علمي بس ألاردان.